نعم يا نبقى لوج عليك من ناج الناج يا نبقى القاضي انت البيت قلت شو 20,000 والله ورس حبي 16,000 ايمين وصيت على 20,000 انا البارح ها وسيد والله ورس حبي جبت 20,000 كتبت الباقه وخلص الدخان 10,000 تعرف شكون يصفر لك براحك انت يا بيه 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 وقت ايش بس تصير لو جبت العشية بيه بيه العشية بيه عش حب بيه حبك حبك برس بيه حتينه سيسرو سبعة الحياة ودي ناري ماجي برجولية سيب علي أبو العز لا بنا نلا بنا صوبين عصبيح شكبة يدي كرز سيب مش بيه خليق كيز دي انت الأيامات هتطل بذي ما تحب تطل يدي مش نطل بجا ربي توذوكم سوز بنيت عبدتهم معبود ربي حفظت وجوههم وحفظتش فيهم راني يا أبو العز بنروح خليني شو عملتك متفرج في التورة استغفر الله العظيم يا رب يبقى انت قاعد روح اسمع كلام خوك الكبير طنت فيه اهلا صباح اهلا صباح الحمد لله وينك شو عامله ها الحمد لله كنت فركس في خدمه ليه دي بزره كنت بحذاك المريض والله كيف انا مريضه وانت زياد تحب وراي نحب ومسيش ما حقا كان عشرين مش تجيبها اليوم تقوى خيتي البارح راك ما جتهالي باش تدلني على 20,000 يا اخي يا اخي ماك بطاله منين باش تجيبها تاك ترى بربي يا اخي انا لقيت خدمه قلت لي او خيتي خدمتنا جيتك على عين العوره يا اخي حرام راهو حرام اش بيكم يا اخي خدمه النهار ما فيها عار واحنا ما نخدموش بالليل وزيد حكايه الفلوس تنسيها جمله واحده تصرف على روحك وعلى ثمر وعلى امك كي نلزم حكيت حرام ما تقولها ليش يا اخي حرام على الباب الكل كان ثمر شوف لنا اخويا وحده كيما في مخي وجهه مدور ستيلها يطرش وكيك تعرفني نهون يا ولدي انا كلمتهم البنات عارفوا الروح متحرك وسوي يسمع وجهه جديده ساعه يحرك لنا في سلعه بنينه سلعه بتعرفني نهون راني باللي تحب يا ابو العزرا افرح بيا في سلعه جديده انا افرح فيك في راس ابن الخلدون مشيت مع صاحبي منظمين يا ابو العز احسن يا حسن وين؟ هو قدام البيت صح وينك حسون يا غالي؟ مش بيك صاحبي حرقتني وحرقت النار مش بيك لاباس؟ كلم فيك تليفونك مسكر حسن مكسر التليفون خويا شمك فيه؟ ليه جيتك على 10,000 يا مش نحب منك 20 انا انت تسالني 20 مش نحب منك 10,000 شدك ايه مش تظلم مش تظلم 10,000 ايه ياك خالصين في عاشت تكرديني عشر وخلو ترجع تلي عليه حماس انا صاحبي نكردي فيك ورس سميمتك ناجيت الغالي يغود وجهك العشرين انت حكم يدي ليه صاحبي برا صاحبي ليه من الجمس بجاه ربي حسن بتخليني كيكة بجاه ربي بجاه ربي بيه مريك اللحظة عايش خويا الغالي دار ملاسيك ماشي في بالك باش تخدم في الاذاعه ما جيش حاكم تاني ماكلو فيهم وساعات يجيو يطلوا علينا هما ورايز تتعشى تشبه هنا يا خويا معلم مازال قنبله ما نحكيش ايه ورايز دي وعارفين فازت هكايا بالضبط دي قد عمرها 25 أظن يا مترع يا ابو العز يا غالي لاخو لاك وحدك منهم البنين عم الداخل ياك جيت وجبت الحجار مهدي معاك وين يمين هذه اللي حكي لي عليها عز الدين ردي لي ملكة جمال لا ملكة جمال لا شيء ما سيسلنا عليها راهي أول مرة أول مرة أول مرة أول مرة ما براني اللي ما براني كل الشيطان يا أبو العز
يا هو البنين ما كذبش من عز كيف قال لي بنين برش اي الدور لي قطوسة اسمع اخي درسني اول مرة اي اول مرة وعليش اول مرة ايش تعمل بها الفلوس الفلوس هي كل شيء وظروفي خايب ما فهمش ما مش يعطيني عليه ساهم نعاونك شنو تبيني ما تحكيش علي خير هذاك في سلكة بلي ساعات ليه هيا ما عايش خويا في سكن من رميها في تروحي ليه مش بشي يصير حد شيء بفر لما ننصحك حاجة سايب عليك مريخ بشتية حلوة ذي كنت أسمع كلامي بالرسمي نخرج نتمشي بشوية ونحكي بخير يا معلم خلقة جيد من هي زيك عزيزي 50 كيما تفهم اوكي باي معلم البيع مش طلبوا سلعة أما عزيزي ماهيش بلاستي راهي هيك حسبها وافقة عز سلام عزيزي بديش تعمل يعني شنو ندخل بحدا البنين؟ دي برا مشي غير بها بلا تدخل خلينا ندخل عم الدين تحقرني يا جراو عندي 20 مال دي برا هز نتاعك وبرا مشي بها عم الدين شبيك طرت فينا متربي ادخل ادخل صغر وندخل عم 20 ما تقولش المات خلاص ما زلت توبك يا خوك كيما تفهم رجوع على قلب الناس انسي ولا وعد هلا خيري عندي فيك الفيحة صحيح ايه يا بسلاش يا لبدار شو طل شو متلفه يا ما نمشي شوي ما شو فيها زيد تعدى تعدى سيادتك وحسب روحك ما شفتني تفضل هك تفضل شكون اللي وصلك البارح هذاك الحوم هذاك اللي خرجني من الهوا اللي كنت سيادتك باش تغرقني فيها شبيك تحكي بالغاز تقص اسمعني اسمعني زيد الحديث ثورة كل شيء وفيك وخلي كل واحد يمشي على روحه خير ولا قل سي بون هو وفيك كل شيء معناه هذا بتحكي كيما تحكي على 3 سنين راك يمين 3 سنين 3 سنين وانا نحكي معاك ونحاول فيك باش نحي الزطله بعد كملت عليها شراب كلك مجنون ماشي بهذا نجم نبطل عادي ما تحكمش عليا كيما ما نجمش نحسبك احلف قولوا راس امي باش نبطل زيد والله يا اخي فاش تخمم يا حبي فكرت بابا الله يرحمه الله يرحم استحقها فلوس ليه هكا تو تليفون صيتهم يا جماعه اللي فات شدوني حتى الجمعه الجاي كاس تحقيت حاجه كل عايشه قلت شي لامك حقها على الخط بس انا فيك انت عارف باش تعطيني الدار هيا تو برسمي انا قلت لامي نهار السبت ان شاء الله برسمي برسمي والله يا حبي ما نحبك تنور لي روحك وتوهرني نحبك تخرج عروس اه يا حب كان ناقصة حاجة قل صباح النور شبيه موجة مقلوب شفت حاجة في ثنية وانا جاي مقلقت هيا باهي هي ما حكيناش برشا البارح في التليفون ما قلتليش عرفت شكون قبلي باص زوز اكيد ايوه حبيتهم اي في وقتها حبيتهم اما توا ما عادش ايوه ما صار شيء بيناتهم هو اللي بتبيع شكون تحضر يا تعرفها ما هذيك ايمان اللي حكيت لك عليها وقلت لك راني حبيتها اه وعلى خاطر مهدي بدلتك مين تعرفه ما كان كليون في القهوه اللي كنت نخدم فيها ماني قلت لك ايمن ها
الحمد لله انت هنا. طيب فطور؟ ليه والله مزيتك جيت ونكنت كنت مع مهدي ونكو فرمينا دات الخطبة زي وقت ايه؟ هذا السبت شهر. طيب بنتي مثبتة لي زي هني مهدي؟ ايه امي اخي مهدي بيه معايا ايه بيه معايا ومش خليني اقصى حد شي وديجا مستورة معاه وديك ايش نحبه روح دنيا مش فلوس بنتي رأى تبربي الحب شربحت منه يا امي حد شي بيه على كيفك بنيتي راني تعبة من الخدمة نمشي نرتاح شوية طيب عمل لنا حتى كعبتي نعظم بيه 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 يا حبي وينك أنا فينا اجدار كمان بيه ما عندك من توصل معي شكونك سامح بازر حكيت لك عنه ليه ما يهمنيش ماذا ماذا هو والماضي عمره لا يتنسى وانت تعرف يا بيه أنا في بيلة في الناس في الدار بك تعرف الدار بتبيعتك خرار مرار عليك كنت بتنا انت شريتها صاحبي محتل فيه صاحبي كان مشانك تخليك الله وعلم بها ريتي عالم اخر انا اللي منعتها الزوز ايه؟ تحكم بالالغاز منعتها ما منعتهاش انا نعرف راح يتصلح ونحبها وتحب وفي الاخر مش نحبوا لبعض اي جيت احكي ولا في وجه الكلمة دي شكرا نحكي معك يا ديك شو بك فيه هزو يسكت واحد ويخلي شيء ويسعى يصير قوة تمنع أحسن يا حسون أمشيال يا أبو الرجال وينك شنية العشرين غيبتهم شر مش ريحتك رسح بخر 10,000 هذيك أخذيتها تكيفها من وقتها راني بطلتها والخدمة أول دوب ما دبرت صاحب الخدمة في الجمعة الأولى فلوس جبت لكم فيها. يا حمد الله عليك دبرت خدمة خويا خلنا نرتاح وخويا من الكريدي خويا مرجني حتى أنت وخويا راك. مرجت خويا على 30,000 حسونة كرديتها من عند خويا في الجنة جاب ربي تسربونا في السم صاحبي في القر شنية تو ولات سم كان شيخدر ملوك وتجري عليها ومش نعرف شنية بر بر صاحبي بر 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 تير. وين دارنا؟ بر معلم شكب شوية بر تير صاحبي عاد. شنية تو نلعب ولينا كيك نشوفوا دقوا حتى نشوفوا من عروس مهدي ما حكيت لي عليه كان كل خير ومش مش نلقى خير منه خسارة تا ما عندكش بنتك أخرى ولا راني حتى أنا زدت اختار هيا قومي ما نفرحنا بالضيف سيد والله وانتي وليدي من طوى تخمن في العرس خمن في قرايتك ومستقبلك قبل ليه مفادلك تا يعني أما كان نلقى ما نقولش ليه يا حلوف Thank you.
ورحمة أمي ورحمة بابا في خبرهم الزوز راني بطلت، ورحمة أمي ورحمة بابا وراسك الغالي، لا عاد نرجع لك الخماجة هذيك. أنا راني نحس بيك، واللي كلمتني في التليفون وسمع صوتك عرفت لي أنت صادق. تعرف كيما جيت الشراب بالزات، لا عمري ما نسلم فيك وعمري ما يصير لي ساعة. أنت عديتي من السكيبة مسيبة نسين ضمن لك مستقبلك وجيت تبعي في واحد دعوة الفقري كيفي أنا. تعرف قبل كنت نتفرج في مسلسلاتك نلقى واحدة فقيرة وتقول لي على واحدة غني نقعد نقول ما لبيمة ونضحك عليها. لا وليت أنا لبيمة. السلام عليكم. 1 2 3 4 5 لو فاسو جنو 1 2 3 4 5 تفتح شوي كتفك اليمين تمشي ساحة اليسار بس 1 2 يمين. نعم ببالك اللي فما الحكاية اللي تونا حكينا فيها؟ نعم ان شاء الله خير. قول لي شمام كيفاش كنت باش تغرق في ما نعرفش شنو وخرجت منها مهدي في الشعرة من العشينة التولة فهمت؟ اوه طب شو قدوا راجعين بالدويري كاو ما يحكيه وفيه توصي يجا نسيب كل شيء ظهر لي عنا ما نحكيه في ما اهم ما مشروع اللي باش نعملوه نكبوه مع بعضنا ان شاء الله. صدقني اللي صار هذا الكل ما يقعد منه كان لك ليه؟ منين؟ ما تبرولنيش بكلمتين، مشروعنا نكبروه ونطوروه ونعرسه، اما احكي لي ايش صار؟ ما صار حتى شيء اخي، لازم نعمل مشكله احنا توا. انت راني هربت على خاطرك، راهو انا هذا الكل عملته على خاطرك انت، هالخطبه نتاعي شنو صار على خاطر شكون هذا الكل؟ ايمان ما عندها علاش باش تصير المشكله، كان تحكي لي انا طالب منك باش تحكي لي كاو، كي تحكي لي ما تصير حتى مشكله. هاك تعيط يا اخي شبيك؟ نعيط خاطرك انت ما حبيتش تحل فمك وتتكلم، تكلم باللي باش تطلع الحكايه راني ما نعمل لك شيء راه. باهي باش نحكي لك كل شيء ما على شرط. تقعد حياتك كيما انت عارف فيا باهي. المعلم ما سمعت ليش كيف وصلت بيك تصرف وتكسر في راسك وفي الاخرى قطعت يا ربي سايب علينا ابو العز تيلي تعمل معاه البي اقسم بالله يرجع لك كذا من الخير وانت بالك شو انت عرفتها بالجمعيه الخيريه صاحبك عرفتها في كورة اقسم بالله العظيم ريت الشيء هذاك اللي رجعت له كل عادي عدي بها نهايرين وبعد تو يبعث لك الكلبه تجيني واحده واحده وانت تشوف وقتها رجال صاحبي ايش بتعمل يا اخي وريني بول صار. صحيح انا كنت غلطه معاك برشا على الاخر زين اما المراه الحره يا مين باللي باش تطيح بها الدنيا عمرها لا تخمم باش تبيع روحها خفت منك والبيت اللي كنت تتبع فيهم هزوين اقرب ثنايا حوك يا ربي ستار الاستر انت شي نكمل ثنايتنا على بيس أمي لاباس اش بك التو في فرشك ما قمتش لاباس بنتي الدواء وفالي تو حقني راني شربت الحربوشه الثانيه يا اخي مش شيلك الدواء نهار نظمة تشبني جمعه كاو هذاك ويا امي علاه ما حطيتليش في بالي من قبل نسيت باهي باهي يا امي مش مشكل تو نتصرف انا في كل شيء خليك المهم قويه وما تخمم في حد شيء فطرتش الحمد لله يا رب فطرت تحط شيء في بالك الو الو وين راني في الدار انا باش نجيك توحشتي بيك باهي راني نستنى فيك باهي بدا الدار شو نجي يا مش احلف لي برحمة بوك ورحمة امك باش تبطلها شنو هو هذا يا محلول لقيتو مانيش باش نبطل وعمري لاني باش نبطلها كيف ما انت عمرك لك باش تنسى البلاصه اللي مشيت لها وخدمت فيها ولا كنت باش تخدم فيها ولا صغار شنو شو في مخك خامج يا اخي انت زعما كان جيت انا عملت حاجه ولا صرت حلف يجي ما تجي يخطبني البلاصه مشيت لها معناها تتسمى كلمه واحده قولها قولها ليه قولها قولها
تفضل على الجيل. والله اللي تحشمها والله انا جيتك امي وفين هالدواء وهي مستحقته على الاخر وما عندش فلوس. بس عندك 10 ليرة زيد ولا عمرك باش تولي راجل. تعودها لسانك هذاك ونقصوا انا برق لي بمنظرك روح برو. سامحني مهدي بالرسمي سقطت معاك وقتها، اما كيف كلمني تفكرت ايامتنا القديمه وعزبيه في بالي بالحق باش تصلح. انت صدقت تصلح دي الكلب حطوه 40 يوم طلع. شو شكون يعني؟ علاش جيتني من الاخر مهدي؟ امي وفين فين هالدوايا؟ نسيت لي احنا ما عادش مع بعضنا مهدي؟ ماك تعرف امي كانت تشوف شو الدواء شنو نجم يصير فيها. بيه مش على حاجة ولا على خاطرك انت يا أما على خاطر أمك. اهلا وسهلا. اهلا عزيز. شو ترى ماما شو بلاصتي هذي يا بيه؟ حاجتي بيك يا قاضي عزيز وسلام ترجعنيش. سلام فيك انا ما نقدر شلون؟ حاجتي ب 60 دينار ونرجعهم لك ولا سلام. 60 دينار؟ اه. ولا تسيب 5000 في دينار هكا بكون قاضي. فماش حتى حل؟ برا برا ادخل. ألو وي مات يا عندي لك خبر يا سوينا تلك صح ها يا ولدي خباير مش هو تقطع عليه لا علب بس يا نستنى فيك ما تطلعش شو رأيي الوليد حذرني الواحد 14 وانا بتاعك يا بنتي مهدي مش مهدي انت يا مستحقة فلوس وانا جيت باش اسمع اول مرة في خبرات وانت الحقيقة الحقيقة مرة واحدة هاكي جبتها انا معايا راجل الحقيقة 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 حتى مرة حتى مرة حتى مرة في ضربيات من فوق لفوق دوليد شكون باش يدخل للريك؟ يرز يتسيقر مش تعمل بعثتني اختك اللي وجع عليك لو ليه شطات قبله في الحوم جيت فرق في العصفور ما تحشمنيش خاف اخوك راجل مراز ايه قول دي الدوامة اللي فهمنا عليها شو تمام برق صح عليك عايش عايش نبتي ناحش بكي تلبس هذاك اش مزيل عاد يا اخي حلال عليهم وحرام عليا دفع فلوس راهو مش كروية ولا بالكم ثلاثة رجل مني يجي ايه دلوه ممتاز يا عم عز الدين يا اخي وينهم البنات تاع المره اللي فاتت؟ يا دي بالله بري بدي نقصك انت يا انا مش مروح اضربني يا عم عز الدين اضربني باش ما عادش نرجع للبر هذا جمله والله غلط يا راجل البر هذا انت ايه
بدي يكون ده شيامك يا صاحبي قولي ما عملت شاي قولي ما عملت شاي شيامك اوضع منك ما شفتش اه ما شفتش قول لي امي يا امي سامحني راني مش جبتلكش الدواء حصلتش عليك برشا مشاكل غادي خلوني وبليجي عليا نبدل نوامري لكم يا اخي نسيتنا لا تطلب لا تسال حتى امك توفيت ما جيش للدفينة حاولت نجي نهار الفرق اما ماك تعرف كورونا هذه اول طياره خلطت عليها باش ناخذ هاك سمعت بامك ماتت ما عرفتش باش ماتت في بالي ما خديتش توح علاش ما بعثتش فلوس علاش ما عاونتش علاش خليتها هكا صافينا تعرف امي امبوسيبل تقبل فلوسي وانا امبوسيبل نجرى نعطي منهم فرنك بربي سايب فلوسك ما تعاملش بهم احنا شكون باش تعاون بهم يا اخي توا اللي صار صار انا جاي نصلح كيفاش باش تصلح جاي باش نزلك معايا لفرنسا ونبداو حياة جديدة ان شاء الله امي تسامحني على اللي صار شبيك ابو العز داخل بعضك ولا مش قبل بعضك جم يا اخي شن دخلنا نحن يا ابو العز انت ما جيت خدمه تخليت فلوس ولا وقت على اخي احنا اقتلناه هم فلوس هم بفكهم انا تصرف وانت كيف عرف؟ وما التاكسيستي وتهمتي يا ولد عمي قلت لك والله قلت لك محيرين وما يدور عليها هاك الكلب ترد فيه يا ابو العز ليه ولا ليه؟ مينيش في ساحة أسدين مالو مو مالو دي مسخولة هات مازلت كيف انت؟ ما تبددش بتقسى ما مش متبدل ساعة بركة بيت يا خلي تعيش بترحم يا أسدين أما ما حكيتيش وصار فيك في الحب مينيش كل شيء خاطر إيمان أختي حاسسها بحكاية إيمان مشوكة من موت أمها وكفر منه دي إيه صحيح حزتين تعرف مش عامل معك الخايفة حسن شكون ثياب ثياب وشكون؟ صحابي رمضان جربت نساعدك حاجتي مش قلت لي بطلتها؟
ليه خويا مش ياكل في راسي قسم بالله ما تنظم هذي كان اللعب ايه خويا لكري دي ليه ليه عاد برسمية بقيت ولا العظيم لا تليفونية كلاسيكا ونياش حصا ايه ينا لكري دي ليه خويا صعب جيرا وتحب خويا كيفاش انت قاعد مش تخدم مش تتحرك لأيامات والله جيم خويا تحب تركع جوك معايا قسم برب العز ورساحتي نخمم فيه الموضوع دي هذا نحكي لك وتحجر وي نعمل عليك يعني مريق لان الجو كبير مريق على الاخر صاحبي نعرف زبين وبين ونعرف كيفاش انت تكون زيد شت تكيف اخويا الكل صار ولا ياس اللي يعني بي انت ريت تنون كيف 10 من ما بعت 100 صاحبي ما غنش عليك بدي نعمل عليك صاحبي راجل يعني مريق الجو كبير ورساحتي مريق والله تعرف ساعتك ايه خويا دونج الصوت صاحبي زيد لي انا ما نحبوش معاكش نعمل ليك ولد خومتي يصغر مني خويا امورك ماشي هي خويا خويا خل تحبك تتحرك صاحبي ما نحبكش امورك كي صاحبي عايش خويا مريقل وخاي لحظه اللي جاي صاحبي اشتني خويا حسبني خويا بالفلوس مريقل وراس صاحبي منظم شوف امور لنا مريقل يرحم بوك مريقل يدي زيش تكيفها صاحبي سلي عني بيه ولا سلي عني بيه برا اللي تزينا ويرحم بوك يخمم تفيا صاحبي مريقل ولد حومتي برا خويا بلاك انا راح طيب يحكي لنا اش عملت في دار عزبيه سيكم ما في بالكم يدي صاحبكم غول اقسم بالله الطفله بكيتها طيب علينا عبر الطلبات راه مكنترول تحكي بالرسمي ماشي بفلوسي راه كيف باش تكنتر صح زدين نضربني ما عادش نجي بدي هي الغلطه اللي كانت يتكلم فيه ما يهزش استغفر الله العظيم يا رب يرحم والديكم عاش خويا الاولاد اسمع امشيو انتم طول وانا نهبط من هنا وتقابلوا في الحمى نوطه عاش خويا رجال حسن حسن وين الغوش بيه يدي فزه صاحبي شنيا فصلنا السلعة تفكت صح شنيا السلعة تفكت شنو شنيا السلعة تفكت فما زوز ولاد على الموتور فكوا لي صح شكون يدي فكك سك تحكي بالرسمي انت شوف تعرف شو السالي اللي صار تو معاكم في حتى داخل
نعرفوا حاجه واحده، اللي حصل عطاك السلعه ولدي سرقتلك. تكلم تغطفت ما سرقتش، تغطفت ما سرقتش، تغطفت تغطفت منك. شو تعملوا؟ تاك جير معاهم يقول شكون هو هذا؟ يا مرحبا يا مرحبا، نورتوني. جيبوني. الليلة معلم بتاعك. سمعتني نعم. شنو المطلوب؟ تسمع الكلام وتنفذ اللي باش نقوله لك الكل. فرش عزيز يشهد عادل شنو اللي شبيك؟ شو صار؟ شي تفكرت امي صدقك معناها انا توا؟ شنو صاير في 5 سنين كذب عليك انا؟ هاك تكذب؟ عزيز احكي لي على كل شيء. مش غلطتكم، غلطتي انا اللي خليتكم وحدكم، ما خاونتش شنو نجم يصير لكم. وقتاش ناوي باش نمشي لفرنسا؟ عن قريب، عندي شويه حسابات نصفيهم ونمشيو. تي خلي اهل البلا في البلا وهيا نمشيو، ما نكونوش خماج ومسخين كيفهم. انا اكبر مسخ منهم. هو مهدوش وينك صاحبي؟ فهمت شايك مرتضى؟ لا خويا لا فما شيء، درت طونس كامل على خليت له مراكز للسبيطارات، راني باش نزلهم نتصور وان شاء الله يلقاو. ان شاء الله ربي معاك. امين عاش خويا. خويا اسقط خلق ربي. ما كانت لك المري. 530 620 الو شكون؟ خوك اللي تلوج عليها وبحذانا كان تحبو يرجع حي، مش ناقص لا عين لا ساق لا يدين. تنفذ اللي باش نقولك عليه توا. وينو خويا اش عملتولو؟ دار فيك ما حاش تكشف خوك. ليه ليه ما تعملوش اي هاي نسمع فيك. دار عز الدين ماك تعرفها ديجا، خوك ما عادش طار عمرو فيها. ايه نعرفها. حبك تمشي لها توا، تطلق الباب محلول ادخل. علاش عملولي؟ عندك درجين في يدك ازرق. الو درجين وتوصل لك القضيه بلاش بلبيز. باه كمل في يدك تلقى في الكراج.
وين مال؟ الواجي ثم نجي من بعد دخلت ولا وقتك لأني لعكي ليش نيجي صعب مالو ما يا جماعة لهنا أخوي خلني مش نزقري في المسرح على روحنا عايش عايش شرق فهمت عايش عاملوا فينا كي وكيفاش محذوك انتي لل حتى البلاصة اللي كنا فيهم ما نعرفوش عليها وي مرتضى من السين خالد ليش متفهمي فاش تعمل للا لكن الرب